كيفاش المرأة تنجم تفيق بيه، شنو الأسباب نتاعو؟ جينيرالمون نفيقوا بيه مأخر شوية، دونك باش يصيروا شوية مضاعفات خطيرة نوعا ما، دونك احنا باش نحاولوا نوعيهم ونفيقوهم ونفسروا لهم الموضوع هذا شنو هو، ونحكي لهم على العلاجات الممكنة، ونعرفوا اللي الحمل خارج الرحم يأثر برشا على الصحة العامة نتاع المرأة وعلى الصحة الأنجابية نتاعها، وكلاش احنا اخترنا باش نحكيوا على الموضوع هذا، ما هي تنفسروا للعباد شنو هو هالحمل خارج الرحم هذا. مرحبا، شكرا على الاستضافة. الحمل خارج الرحم هو لازمنا نعرفوا اللي الحمل كيصير بصفة طبيعية البويضة المخصبة اللي هو لوف فيكوندي عنده طريق يمشي فيه باش تستقر يستقر الحمل وتصير عملية التعشيش ستادير لانيداسيون في التجويف نتاع الرحم ستادير لكافيتي اوتيرين. في الحالات اللي فما حمل خارج الرحم البويضة المخصبة هذه تستقر في أغلب الحالات في قناة فالوب، في أكثر الحالات سيتادية ما بين 96 إلى 98% في قناة فالوب تبدأ فما خارج حمل خارج الرحم. فما حالات الـ تستقر في عنق الرحم سيتادية، فما حالات أخرين اللي هما زادة إكسبسيونيل اللي هما تستقر في المبيض سيتادية أو نيفو دو لوفير، فما حالات اكسبسيونيل وغا في البطن داخل البطن سي لا غروسيس ابدومينال. فما حالات اخرى اللي يصير الحمل تستقر في جدار الرحم مش في التجويف، هذوما سي لا غروسيس كورنيال زاده نخليهم في معال الحمل خارج الرحم، يتسمى حمل خارج الرحم. دونك معناها احنا دكتور اليوم باش نركزوا على الحمل في القنوات ولا في قناه فالوب ولا المتعارف عليه عند العباد الحبيله في الاجعاب كما نسميها احنا، دونك باش يفهمونا شويه العباد باش نركزوا عليه، خاطر هذيك هي اكثر حاله تصير 96 إلى 98%. وكان معناها إذا كان المرأة قول القائل الحمل الذي خرج الرحم اسكو أعراضه كيما الحمل العادي، معناها باش تفيق بالمشكلة هذه كاينها عندها حمل عادي وإلا لا؟ الأعراض نتاع الحمل خارج الرحم هما ثلاثة أون جينيرال. المرأة تبدا تنجم تكون عندها تأخير في الدورة. مع التأخير في الدورة يكون معها سورتو ألم. موجوعة تبدا في حزامها ستادير في الحوض عندها ألم، وفي حالات معينة يكون فما شوية دم، الدم يكونش برشا، الدم يكون بصفة متقطعة ستادير سي دي سبوتينغ، فهمت؟ دم يكون بران معناها لونه موش أحمر فيف، فهمت؟ ومي اللي نحب نقوله اللي مش ديما يبدا فما تأخير في الدورة، ستادير فما نساء اللي عندهم بطبيعتهم الدورة ماهيش منتظمة ما لازمش تستنى حتى يكون فما تأخير، وإلا الألم عند المرأة اللي هي في سن تنجم تحمل فيه لازمها تمشي تعدي تبدا بيان سور عندها اون اكتيفيتي سيتادير سيكسويل داكور، دونك لازمها تعدي وقتها عندها تبيض. هو جينيرالمون دكتور الحمل خارج الرحم ولا الحمل في القنوات يفيقوا به بالروتار برشا، وحتى كي يصيروا الاعراض اللي انت قلت عليهم هذوما تقول لك نورمال عادي، معناها نورمال مع المراه نجموا يصيروا لها وجيعه في الحزام عادي، نجموا يهبطوا لها قطرات من الدم عادي، دونك تبخل وتستهين بالحكايه، واصلا يمكن ساعات ميم با في بالها اللي هي حبلة، معناها هكا ولا لا؟ بالضبط، ما لازمش تستنى، هذاك علاش قلت لك المرأة تبدا في سن الانجاب ما لازمش تستنى باش تمشي تعدي عند الطبيب، في اي حاجة تحسها غير عادية تمشي تعدي، خاطر التشخيص وقتها يصير، التشخيص يصير بيان سور بالكشف السريري سيتادير ليكزاما كلينيك، مي اهم حاجة هي الكشف بالصدى المهبلي ليكوغرافي اندوفاجينال اللي هي كي تبدا المرأة نعرفوها حبلة عملت تحليل جابته في يدها وإلا احنا طلبناه لها باش نحاولوا نشوفوا الحمل باش يكون في داخل الرحم وإلا ماهوش داخل الرحم. دونك الحاجة اللي تخليها المرأة هي تعدي لازمها تكون أي حاجة حسيتها في بدنها غير طبيعية تمشي تعدي، احنا ديما نقولوا المرأة كل ما يكون عندها تأخير في الدورة ماذا بها تمشي، خاطر فما حالات اللي المرأة تمشي باش تعدي على الحمل نتاعها واحنا نكتشفوا اللي فما حمل خارج الرحم. ديجا هو ساعات يقول لك جينيكو يقول لك تفيق بروحك حبلة ولا حاسة بروحك حبلة امشي عادي جوج بالسنفر الحبيلة في بلاصتها وكها ومن بعد ربي يعمل ليلة تنشوف الباقي نقعدوا نتبعوه بتي تبتي. باهي يقول قائل دكتور اللي يسمعوا فينا توا انسي علاش تنجم تصير الحبيلة هذيا في لي ترومب علاش؟ فما دي فاكتور دو ريسك النساء اللي ينجموا تصير لهم حمل خارج الرحم، اكثر عوامل اللي يخليوا المراه
متهيئه بارابور لمراه اخرى هما جينيرالمون الالتهابات المزمنه التعفنات في الحوض سيتادير لي انفيكسيون جينيتال التدخين لو تابا كيف خاطر ياثر على الموبيليتي او نيفو دو لا ترومب سيتادير البويضه باش تتعدى من القناه باش تستقر باش تستقر داخل الرحم سيتادير الحمض باش يستقر داخل الرحم تولي القناه ماهيش معناها دو بون كاليتي ويستقر الحمض داخل قناه فالوب فما زاده لا شيروجي الجراحه اللي هي تمس القنوات فالوب هذوكم القنوات يوليو اكثر عرضه باش تستقر فيهم الحمل ويكون حمل خارج الرحم جينيرالمون هذوما اللولب زاد اللوالب اللي نخليهم داخل الرحم ينجموا يكون عندهم زاد هما يكونوا فاكتور دو ريسك نتاع حمل خارج الرحم تعرف اللي كي نحطوا لولب مش معناها امكانيه الحمل باش تكون 0% ينجم يصير حمل وفما لولب داخل الرحم والحمل وقتها كي يصير يولي فما امكانيه كبيره باش يكون خارج الرحم. الجراحات دكتور اللي قلت يتعاملوا على القنوات اسكو يتعاملوا هي ما جابتش صغار قبل معناها ولا علاش نجموا نعملوا العمليه؟ في حالات نجموا نعملوا فيهم تدخلات على قناه فالوب في صوره المراه معناها تبدا اون اكتيفيتي جينيتال مثلا التعفنات لي انفيكسيون جينيتال اوت يبدا فما تقيحات داخل قناه فالوب فما انسى ما عندهم تعفنات قديمه وخليت تأثيرات على القناة إن تدخلوا على القنوات هذوما خاطر تسببوا في انسداد داخل القناة هذوما القنوات ما يكونوش دو بون كاليتي فما نوع آخر من الجراحة لي سيزارين أوسي العمليات القيصرية ينجموا يأثروا على القنوات فالوب بحكم فما التصاقات نجم تصير تأثر على الكاليتي نتاع لي ترون. باهي دكتور أنا ماك تعرف نلقى مشفى زيت في الإنترنت لقيت باغ إكزومبل العباد اللي عندهم لوندوميتريوز بطانة الرحم المهاجرة اسكو تنجم تتسبب في الحمل خارج الرحم ولا لا؟ ينجم يكون ان فاكتور دو ريسك خاطر القناه ماهيش باش تكون بالجوده الباهيه يخلي زاد الحمل ينجم يستقر في قناه فالوب. باهي اسكو فما عباد عملوا عمليات على الحوض سابقه معناها نساء عملوا عمليات على البطن ولا على الحوض اسكو نجم يتسبب هذايا في هذا اللي كنت نحكي لك فيه بكري قلت لك قلت لك اللي العمليات داخل الحوض هما من الاسباب اللي تخلي المراه عرضه باش يكون الحمل خارج الرحم حتى ساعه العمليات مثلا نتاع مسرنه زايده خاطر تنجم تكون هي من الاسباب اللي تخلي القناه اللي هي على اليمين بويسكو المسرنه زايده على اليمين ما تكونش دو بون كاليتي وتصير حمل خارج الرحم. دكتور المراه اللي عملت حمل خارج الرحم مره اسكو فيزابل انها تعاود تعمل مره اخرى حمل خارج الرحم ولا لا؟ بيان سور هي اكثر عرضه اذا سورتو القناه هذيك ماهيش باهيه وما تنحاتش في العلاج الاول اللي صار على الحمل خارج الرحم تنجم تكون هي بالعكس عرضه اكثر باش تسبب فيها حمل خارج الرحم. باهي النساء اللي عملوا تونتاتيف نتاع حمل بالطفل الانبوب اسكو ينجموا يتسبب في طفل في حمل خارج الرحم ولا لا؟ ينجم يكون علاش خاطر احنا في التكنيك هذوما في التقنيات نتاع فما الترجيع الاجنه بعد ما نكملوا نعملوا البروتوكول نتاعنا نتاع طفل الانبوب في الترجيع نرجعوا تعرف داخل الرحم البويضات المخصبه الرجعون بعد ثلاثة ايام والا خمسة ايام في حالات هو هذاك ماهوش باش يقعد فيكس ينجم يطلع في قناه فالوب وتستقر هذيك الحباله ويكون حمل خارج الرحم. دكتور مهدي اللجمي طبيب مختص في امراض النساء والتوليد وعلاج العقم دونك مرحبا بتليفوناتكم على 31 380 الف. دكتور قلنا من بكري اللي جينيرالمون النساء يفيقوا مخر شويه بالحمل خارج الرحم اي سورتو في الحمل داخل القنوات وباش يصيروا مضاعفات ومضاعفات خطيره برشا على الصحه العامه نتاع المراه وعلى صحتها زاده الانجابيه. شويه خاطر نحكيو على العلاج ما هي نحكيو توا على المضاعفات هذي. المضاعفات فما المضاعفات الانيه تعرف اللي الحمل خارج الرحم احنا اون لو كلاس كوم اون اورجونس معناها حاله استعجاليه داكور دونك فما الحمل خارج الرحم اللي هي لا غروسيس في بلاصتها ما زالت القناه فما الانفجار ما صارش خاطر احنا الريسك نتاعنا في الحمل خارج الرحم هي الحمل هذاك ينفجر في القناه خاطر القناه ماهيش مهيئه باش تستقبل الحمل كي يكبر شويه الحمل تنفجر القناه ويصير نزيف داخل البطن. نزيف يكون نجم يكون في حالات راهو نزيف كبير معناها النجم انا معناها في الاكسبيريونس نتاعي معناها شفت حالات فريمون معناها النزيف داخل البطن نجم يكون باللتر ولتر ونص و2 لتر دو سون
الحيوان الداخل في وسط الكرش. هذا هو الخطر الكبير في الحمل خارج الرحم، هو الانفجار نتاع الحمل هذا داخل البطن. هذوما سي لو ريسك ا كور تيرم في الوقت، معناها هذا هو اللي يصنع منها حاله استعجاليه. وفما بيان سور الخطر الاخر في الحكايه هذه هو لا فيرتيليتي، من بعد القدره الانجابيه نتاع المراه بعد هذا الحمل خارج الرحم، خاطر تعرف اللي احنا في حالات نجموا ندخلوا ونوصلوا نستأثروا القناة هذه المريضة فهمت في العلاج نتاع الحمل خارج الرحم. باهي توا يمكن تسمع فينا نسي توا دكتور تقول لك احنا نحكيو من بكري على قنوات الفالوب ودورهم في باش توصيل البويضة المخصبة للرحم، نقول قال اسكو نجم انا نهار اخر نجيب صغار ب 30 بركة والا لا؟ بيان سور تنجم، خاطر احنا كي نحيو قناة مثلا في 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 التريتمون في معناها العلاج الجراحي نتاع القناة الحمل خارج الرحم كي تبدا موجودة في قناة فالوب، حتى كي نستأصلوا القناة لازم تعرف اللي المرأة عندها قناة أخرى من الشيرة الأخرى، أنت شكون اليمين ولا اليسار سا ديبون احنا شنو هي القناة اللي استأصلناها، وعندها لي دوز أوفيغ اللي هما ما تمسوش اللي هما المبايض اللي يخدموا. معناها احنا كي نحيو قناة نقصوا في القدرة نسبة الحمل الطبيعي نتاع المرأة، أما ما ينقصش بصفة 50%، ينقص بمتراوح ب 20 إلى 30% النسبة نتاع الحمل الطبيعي عند المرأة. باهي توا نجيو ممكن النقطة المذيئة في الموضوع، خاطر سيخت المغرب قاعدين يسمعوا فينا توا نساوي يقول لك باهي لاباس من بعد نجم نقوم منها، لاباس نجم نجيب صغار أخرين من بعد جوي باهي، اسكو فما علاج الحكاية هذه؟ اسكو فما تدابير وقائية بوغ إيفيتي مرة أخرى يا إما ينجم يصير لي حمل داخل الرحم، وإلا بوغ إيفيتي أنه حتى مرة ما تصير لي حمل داخل الرحم؟ هو لا بريفونسيون تاع الحمل خارج الرحم هي كل ما هو صحة إنجابية. سيتادير المرأة لازم تكون ليجين سيكسويل نتاعها تكون باهية. سيتادير باش ما نكثروش ما نكونوش عرضة لليزانفيكسيون التعفنات اللي هما منقولة جنسيا، خاطر باغمي لي فاكتور دو ريسك قلت لك فما هذوما الالتهابات اللي هما يصيروا بالعلاقات الجنسية الغير محمية جينيرالمون. الحاجة الثانية المرأة اللي ديجا عملت حمل خارج الرحم لازمها أول ما تحس نفسها حامل تمشي تعمل الكشف بالصدى عند طبيبها باش تتأكد اللي الحمل نتاعها داخل الرحم. هذا هو ما فماش اون بريفونسيون أكثر من هذا، معناها هذا تنجم تصير. بالنسبة للعلاج دكتور؟ العلاج فما زوز طرق نتاع علاج، فما العلاج الجراحي. إي الجراحة اللي هي لا ريفيرونس سي لا سيليوسكوبي، سي الجراحة بالمنظار. وتو نقول لك انا في الجراحة شنو نجمو نعملو. وفما لو تريتمون ميديكال، سيتادير فما دواء سي ان ميديكامون انتي ميتوتيك اللي هو ميتوتريكسات نجمو نعطيوه في صورة الحمل خارج الرحم، اما فما سيغتين كونديسيون معينة اللي نجم نعطيه الدواء هذا، مش نسال كل تنجم تتمتع بالدواء هذا. علاش؟ خاطر الدواء هذا يتعطى وقت الحمل خارج الرحم صار دياغنوستيك نتاعو رابيدمون، فيه دي كريتير معينين نعرفوه على بكري فقنا به ولا غوسو مودو، معناها باش ما نصعبوش على المستمعين. المراه اللي الحمل نتاعها مازال صغير، اللي حتى في الكشف الصدى شفناها الحمل ما يفوتش 3 سنتيمتر، ما عندهاش دم في كرشها، ماهيش موجوعه بصفه كبيره، ويكون التحليل الرقمي نتاع الحمل ما يفوتش 5000 سيتادير البيتا اس جي. حاجه مهمه جدا في لو تريتمون هذا الميديكال، لازم المراه تكون الى دي تريتمون، معناها فايقه، معناها خاطر هذا باش يكون فيه سويفي من بعد، باش ترجع لنا في النهار الرابع بعد الزريقه اللي عملناها في النهار السابع، حتى لين البيتا اس جي التحليل الرقمي يولي صفر، سيتادير تموت الحمله هذاك سيي يكون برات منه. سينو اذا المراه هذه تعرفها ماهيش باش تمشي معاك في التريتمون هذا، ماهيش باش ترجع في الموعد، ماذا بينا وقتها تكون في ستركتور اوسبيتاليير سيتادير اون كلينيك والا سبيتار باش نجموا نعطيوها الزريقه هذه. العلاج الجراحي نجموا نعملوا حاجتين سا ديبون احنا في وسط العمليه شو لقينا. كان لقينا الحمل كبير معناها القناة منتفخة جدا، هذاك باش نعملوا استئصال نتاع القناة، خاطر كي باش نحلوا ونفرغوا القناة فما ريسك باش المرأة الثاني معناها تعمل لنا نزيف في وسط العملية، اون بلوس ماناش باش ننفعوها، خاطر القناة باش نخليوها لها دو موفيس كاليتي.
وزاد نشوفوا القناة اللي مشيرة الأخرى شنية أحوالها، اسكو باهية ما هيش باهية، باش نقرروا. فهمت؟ المرأة اللي عملت لنا مثلا حمل خارج الرحم في قناة اليمين وإلى اليسار، إذا عودت لنا عليها ما تمش استئصالها، وإذا عودت لنا عليها باش نحيوها، ماناش باش نعاودوا نحلوا القناة ونفرغوا الحمل. معناها سوا كو on va traiter d'une façon conservatrice باش نخليو القناة وباش نفرغوا الحمل في وسطها، والا باش نستأصلوا القناة. اذا هذا نحكي على العلاج الجراحي. دكتور، اسكو فما احتمال انه الحبالة تفسد وحدها ويتنحى البيبي وحده من غير لا عملية لا دويات لا حتى شيء؟ موجود الاحتمال هذا، سورتو في لي بوتيت غروسيس اكسترا يوتيرين، تبدا الحمل خارج الرحم اما صغير بالكل. نجموا نقعدوا نتبعوا بالتحليل الرقمي وبالجهاز بيان سور كشف الصدى، فهمت، ونلقاو اللي التحليل ماشي ينقص، فهمت، والمراه تبرع. معناها سبونتانيمون الحمل هذاك يفسد ومن ما نحتاجوش باش نعطيو حتى علاج. باهي دكتور، اذا كان صارت اذا كان صار حمل خارج الرحم في وحده من لي ترومب، اسكو ترومب الاخرى تنجم تتضرر؟ معناها اذا كان صار ضرر في ترومب وحده، ينجم يخلط الضرر للترومب الاخرى والا لا؟ لا، هي ما فماش علاقة راهو بالحمل خارج الرحم كي يصير في قناة القناة الأخرى ما تمسدش. معناها ما فماش إشكال بالنسبة لها، معناها تابع الحمل هذايا خارج الرحم. ما هما سامحني شكون سالي كان زين يمشي في مخهم، معناها اللي هما طونكم مربوطين ببعضهم دوكا، سيختم إذا ضرت واحدة راهي باش تضر الأخرى، دونك يبداو خايفين ويسألوا أسكو إذا كان صار الضرر في واحدة نجم تمنع الأخرى ما يصير لها حتى ضر، كل واحدة على شي على روحها. معنى هي كل واحدة على روحها، مي فما إنساء عندهم سكون أبيل القنوات نتاعهم دو موفيس كاليتي، نجموا كي نشوفوا القنوات في وسط العملية نلقاو حتى القناة الأخرى كي نشوفوها زاد منظرها موش باهي. ستادير هي مش خاطر الحمل خارج الرحم هو اللي ضرها، هي من الاول ماهيش باهيه. دونك فهمت؟ معناها القناه اللي تبدا ماهيش باهيه هي تنجم تكون يركب عليها حمل خارج الرحم خاطرها هي ماهيش باهيه. فهمت؟ دونك اما ما عندهاش علاقه بالحمل خارج الرحم اللي صار وقتها. ما حبلت حبيلة في الأجعاب وما فقتش بروحي وما زلت عروسة جديدة وقا ومانيش فاهمة شنو، وبرشا وجيع قعدت برشا نتوجع في الدار ومانيش للطبيب فهمت كيف صار لي كيف ما نزيف. مشيت عملت عملوا لي عملية، معناها من الأول حبوا يعملوا منظار ولا شنو، خاطر من بعد كيف فقت نلقى عندي معناها بلايص برشا في بدني، كيف سألت قال لي راه حبينا نعملوا لك المنظار، من بعد بقينا برشا نزيف، عملنا لك العملية ونحاو لي معناها نحات لي جعبة وبقات لي واحدة بركة، ومن وقتها لتوا 10 سنين ما عودتش معناها حبل جبت معناها بالكل. مشيت قالوا لي عندك انفيكسيون، مشيت للطب برشا خليك برشا دويات، ملي سلمت الحق معناها ما قلت لك هاو يزي تعبت معناها نفسانيا وماديا ومعنويا، قلت لك هاو يزي قلت خليها على ربي وكهاو. اما قعدت عندي شويه مشاكل وجيعة ساعات نحس معناها كما نقول احنا العادة الشهرية ماهيش منظمة، تعدي لك في ستة سبعة شهور منظمة بعد ترجع تدخل بعضها، متقلقة معناها. فحبيت نسأل الدكتور معناها شنو هو الحل، نرجع عندي ونشوف معناها فما حل والا لا؟ مرحبا بك مدام. انت قداش عمرك الساعة مدام؟ انا 31 سنة. ما زلت صغيره تبارك الله عليك. الحل بالنسبه للجبان الصغار موجود بيان سور، مادام عمرك 31 سنه ما زلت عندك قدره نتاع انجاب. انت استنيت 10 سنين ما عملت فيهم حتى شيء؟ معناها ما مشيتش طبيب باش يعاونوك على الانجاب؟ مشيت برشا طب وخذيت برشا دويات، اما ما معناها حكيت الجراحه توا سمعتها من عندك. فمشيت برشا طب لهذا يقول لي اي طبيب نمشي له يقول لي عندك انفكسيون وبالدواء تتنحى وناخذ دواء من بعد نرجع نعمل تحاليل يقول لي لا مازالت الانفكسيون نعاودوا دواء اخر. فمعناها لا نفس الحكايه قعدت نفس الحكايه ما قدمتش فيها. باهي انت حسب ما فهمت عندك قناة تنحات نحاولك لك في العملية بيسكو عملت حمل خارج الرحم، وحسب ما فهمت عملت حمل خارج رحم وانفجر الحمل خارج الرحم في كرشك، هذاك علاش تلزوا باش ما يكملوش بالمنظار وعملوا عملية سكون ابيل لاباغوتوميس حلوا لها كرشة. القناة الأخرى
لازمنا نكونوا عندك شي فكره عليها، عمل شي صوره مثلا باش تشوف القناه الاخرى اسكو بيرميابل باهيه، عملت شي حاجه من هذا؟ عملت شي عملته قال لي لاباس وقتها، فما قال لي مسكره وخليت درسات عليا، فعملت كيف تصريح ولا شنو وخليت الدواء بعدها ورجعت عملت تصريح اخرى، قال لي صافا توا لاباس معناتها نينا عليها هذيك لاباس، وكملت بالدواء وكملت بالدواء دكتور قفت معناها اللي انا مش اي سما كهو معناها قلت كهو تعرف برشا دواء وحس حتى في بدني تبدل، ما عرفتش كيف ما قبل، ما نحس حتى في صحتي من الدواء ولا شنو معناها وليت قصيت كل شيء. هو ما نجمكش تقص خاطر ما زلت صغيرة معناها، كانك بالحق تحب على على صغير معناها، ما زالوا فما برشا وسائل ما زلت أنت ما وصلت لهمش، راهو ما زلت ما بديناش نخدموا معناها في الوسائل كل ما استنفذناهمش معاك، معناها مثلا كي تبدأ حتى عندك قناة والقناة هذه وقولوا في صورة ما إذا اللي قعدت ما هيش باهية، فما لا فيكونداسيون فيترو اللي هي موجوده واللي هي الكور سيركويت لي ترامب، معناها نوليو ما عادش حاشتنا باللي ترامب باش انت تحبل. فهمت شنو نقصد ولا حاجه؟ بكري قلتها لي اللي قلت لي الدوره نتاعك ما عادش منتظمه، ما عندها حتى دخل بالحمل خارج الرحم والا باستئصال القناه اللي هي تنحات في لا غروسيس اكسترا يوتيرين، الدوره ما عندها حتى دخل بقناه فالوب. فهمت ولا؟ دونك اون بليس صغيره والعمر الصغير هذايا في صالحها معناها. بيان سور معناها فما برشا وسائل الاعانه على الانجاب معناها، سورتو كو هي قلت لك انا 31 عام مازالت صغيره. يعطيك الصحه دكتور الله يخليك. نمشيو لقصر هلال معنا نسرين، مرحبا بك نسرين. الو عسيمه. مرحبا نسرين تفضل. عسيمه دكتور. مرحبا. عايشك. بربي حبيت نسألني حالتي مش بعيدة على الكال الأخت اللي تكلمت قبلي. أنا الحقيقة حبيبتي لولا ما كنتش حتى مشكلة معناها حبلت ولبات والكل. حبيت نعاود مرة أخرى. عندي توا عامين نعدي نفس المشكل، عملت تصوير نلقى عندي قناة هذا وقناة هذا مسدودة. حبيت نعرف إسكو ينجم يصير الحمل بقناة برك ولا لا؟ نجم يصير حمل بقناة بركة وإلا لا؟ سؤال ثاني شنو؟ وسؤال ثاني إنه ما حتى كان يصير إنه ما صارش الحمل، تو عندي عام اللي عملت تصوير وما صارش حمل، شنو الإيتاب اللي نجم نعملها باش نجم نسهل عملية الحمل؟ مع العلم إني عمري 30 عام والحاجة الوحيدة أتنمو إني عندي ميزان زائد. ميزان هذا ماهوش داخل في نطاق نتاع ان سندروم مثلا نتاع تكيسات ولا حاجه؟ لا سافا، ما تكيسات، لا ما عنديش تكيس موبايل. ماهوش ناشتين البويضات نتاعك نعمل ايكو، خذيت دي فيتامين وخذيت الزرارق ما مشاوش معايا. الزرارق شنو ما اللي خذيتهم مدام؟ والله اللي تزرقوا في الكراج. معناها عملت عمليات نتاع تنشيط اباضه قبل هكا؟ اي عملت، اي عملت ومشي معايا. والقناه اللي قلت لي مسدوده عملناها تصويره، اسكو عملت عليها كشف بالمنظار باش تبيبي يحاول يصرحها ولا لا؟ قالت لي معناها الجويده ضعيفه ما نخاف، قالت لي نعمل لك عمليه من درك الاخرى. هذايا شنو قالت لي تبيبتي؟ باهي احنا راهو جرت العاده كي تبدا نعملوا الصوره التصويره ونشوفوا القناه من القنوات ولا حتى زوز قنوات فيهم اشكال انسداد، رانا ديما نكملوا بمنظار، نكملوا بمنظار خاطر في المنظار نجموا نشوفوا حاجات اللي ما شفناهمش في التصويره هذيك اللي هي عملتها الصوره الكحله هذيك اللي ستيروس البانكوغرافي، وكان فما حاجه تنجم تتعمل نعملوها في الوقت باش نحاولوا نصرحوا القناه اللي هي تظهر مسدوده في الصوره. هذه اول حاجه. ثاني حاجه، انت ما نعرفش علاش قداش ما عملت من محاوله بعمليات تنشيط الاباضه قبل. قد عملت من محاوله نسرين؟ الفيتامينات شابت برشا دي موا يمكن، والزراق الحقيقه عملت مره برك. مره شويه معناها نجموا نعملوا محاوله اخرى. باش نعمل الشيء هذايا قالت لي ستريس، هو الحقيقه ستريس معناها كلي كلاني برشا، قالت لي زايد ستريس ياسر ماكلك وشولي معناها انت عملت الزراق الشهر هذا او لازم الشهر هذا نحضر، دونك قالت لي نحهم خير. شنو ما اللي تنحيهم؟ ما فهمتكش. معناها الزرارق نتاع تنشيط البويضات ما باش تكمل فهم. شوف في شوف مدام في الاعانه الانجاب فما انواع نتاع تنشيط، راهو فما تنشيط الاباضه مع جماع مبرمج.
فما تنشيط الإباضة مع تلقيح اصطناعي من بعد، ستادير هذا في صورة ما إذا يكون السائل المنوي في إشكال. أما أنت حسب ما فهمت اللي ما فماش مشكلة في السائل المنوي، دونك أنت عملت تلقيح اصطناعي مع جماع مبرمج، بحكم اللي أنت عندك قناة مسدودة وما صارش فيها حل، لازم عملية الإباضة تصير في الجهة متاع القناة المصرحة. دونك هذا نكتشفوه او فيغ مزور واحنا نعملوا تنشيط الإبادة. فهمت مدام شنو نقصد؟ دونك انت تنجم نعملوا محاولة أخرى متاع تنشيط إبادة ولا ونشوفوا وقتاش إن شاء الله ربي سهلك، وقتها إذا ما مشيتش الأمور وقتها نجم نتعداو الطفل الأنبوب. يعطيك الصحة دكتور، الله يخليك. نمشيو الباردو معنا رحمة، مرحبا بيك رحمة. عسلامة. عسلامة رحمة، مرحبا. عسلامة، مرحبا بيك. عسلامة دكتور، مرحبا. أعطيكم الصحة على البرنامج. والله أنا دكتور معناها جانفي، حبيت نسألكم معناها السيكل نتاعي من بعد ما بلغت بثلاث سنين ولا ما عادش يجيني النظم. مشيت خذيت الدواء معناها الياكنيل وخذيت الفاستون من غير ما نسميه الدواء. خذيت الدواء معناها ما حبش معناها نظمني من الأول البريود هذيك، من بعد كي قصيت عليه كيف كيف عاود قص عليا السيكل. عاودت رجعت للطبيب مرة أخرى، عملت ديزاناليز، قال لي عندك الحليب شوية زايد. فهمت، عطاني زاد هوا دوي، قال لي تقعد تشربه لمدة 3 أسابيع حتى اللي شح الحليب. الفترة الأخرانية الشهر الأخرين الحق خلصت فيه شوية أنا الدوي. تاني جيني منظم فكا جاي 2 أسابيع الأولاني، 3 أسابيع الأخرانيين زاد جيني، أما من بعد ما قاو فيه معناها بعد ما عطاني الدات 3 أسابيع باش نشرب الدوي، كيف كيف توا هذا ثلاث أشهر ما جانيش السيكل. وانا على فكره البوان تاعي زايد شويه مش برشا، 90 هكاكا فهمت. وانا على بود عرس معناها انا خايفه من الحكايه هذيا نتاع الحبيله خارج الرحم، ونحب نستفسر الطبيب وقولي شنو نعمل معناها. مرحبا بك مدام. الحمل خارج الرحم علاش خايفه منه انت؟ انت نتخيلك، انت نتخيلك الخوف نتاعك هو القدره نتاع على الانجاب اكثر منه حمل خارج الرحم، خاطر عندك السيكل نتاعك ما مش منظمين ويهرب عليك وكذا. به حاس ما فهمت، عندك دو بوتي بروبليم سي اون فو دير، معناها عندك مشكله الحليب اللي هو طالع نسبته في الدم اللي هو تعرف كي نسبه الحليب تبدا طالع في الدم يصيروا مشاكل في الاباضه، وفما مشكل اخر انا استنتجته كي تقول لي زايده في الميزان، واللي ممكن ياسر يكون عندك تكيسات زايده او ميم طون. انت الساعه اول حاجه هذايا الحليب في الدم لازمك تاخذ الدواء نتاعك كيما قال لك طبيبك وبصفه منتظمه، وما عمرك ما تبلبس في الدواء. هذه الاولى. نعاود من الاول وجديد معناها دكتور؟ عاود اعمل تحليلك الساعه، شوف نسبه الحليب اسكو باهيه ولا مش باهيه. تشد الرجل وتشد الرجل سورتو كان عندها اكسي في الميزان نتاعها، لازمك تضعف ولازمها تعمل رياضه. فهمت، خاطر هذاك هو لو تريتمون الاولاني نتاع التكيسات اذا موجودين بيان سور مدام. فهمت، دونك تستحفظ على روحك. كيفاش مدام دكتور؟ حتى مثلا تو عندي بريود ما جانيش السيكل، عندي برشا وجيعه في ظهري يخس فيها، ولا عندي الستريس نرقد برشا، يطلع لي هكايا معناها كالشعر اللي في اللحيه برشا. اي تكيسات عندك مدام معناها بنسبه 90% كي تقول لي زايده في الميزان وعندك شعر وكذا وعندك الدوره معناها مش منتظمه، واضح اللي عندك تكيسات اكثر. ولو انه حتى الهيبر برولاكتينامي تعطينا راهو اون هيبر اندروجيني تنجم زاده تكون هي سبب في الشعر الزايد والكذا. اول حاجه تعملها كما قلت لك تعاود التحليل نتاع البرولاكتين هذايا تشوفوا، ومن بعد دو توت فاسون انت عندك تكيسات ولا ما عندكش تكيسات لازمك تضعف اذا عندك زياده في الميزان، خاطر ديما الميزان ما ينجموش يكون زايد. باهي يعطيك الصحه دكتور، ان شاء الله بلطف عليك رحمه. نمشيو لسليمان معنا هنده، مرحبا بك هنده. ازيك عايشك؟ تفضل. لاله انا قبل حكايه 4 سنين التالي جاتني قبيله في اللجعه، جيت معناها شلقت به بكري. مشيت للسبيطار بعثني ارجوني بـ4 أيام ما عملوا لي حتى شيء، لين وقال لي تفلقت الجعبه وقال لي نزيف. شقوا لي نظفوا كل شيء وقال لي سافا مريقلة، بقيت 3 سنين ما فماش حباله. مشيت انا عادي لقيت هذيك منحيه والاخرى مهلوكه معناها. عديت في عزيزه عثمانه عملوا لي التسريح بعد ما عملت التسويره. وقالت لي ليه ما تسرحتش؟
زاد فريد الاخرى في مار زاد عاودت عملت تصويره. قال لي تبيب سيح مسارحه لكن مش بالكدا ما تعديش ما تشركي لي بالكدا. قال لي بوسيبيليتي فما كان طفل انبوب. نحب نسال الطبيب اسكو فما طريقه اخرى معناها وتتسرح وعادي ناتشورالمون قبالها ولا لا؟ مرحبا بك مدام. اذا انت عندك قناه واحده خاطر القناه الاخرى تم استئصالها في الحمل خارج الرحم اللي صار لك والقناه الثانيه هذه اللي قعدت ماهيش باهيه وتمت محاوله نتاع تسريحها وما صارش التسريح نتاعها، الوسيله الوحيده باش تحمل هي راهو الطفل الانبوب. معناها خاطر بقناه واحده مسدوده ما تنجمش تحمل. دونك واضح البرنامج نتاعك واضح. ترجع للسبيطار ويتم برمجه الطفل الانبوب نتاعك. اليوم ما تخافش منه مدام، راه ولات حاجه معناها احنا نمارسوها معناها بصفه معناها كبيره في تونس، معناها ماهيش حاجه اكسبسيونيل باش تعمل المراه طفل انبوب توا في تونس. يعطيك الصحه دكتور. نمشيو منال. مرحبا بك منال. الو عسلامة. مرحبا منال تفضل. بربي راني نحب نسال الدكتور. اي انا نزلت نافس يا خالتي. انت شنو سامحني؟ نزلت نافس. ما زلت نافس؟ اي توفى لي البيبي في كرسي قبل ما نولد بشوي. باهي ربي يعوض عليك. تفضل. حبيت نسال الدكتور عن نزيف اللي صار لي. انا مشيت النهار الاول اللي مشي معايا الدم. مشيت للسبيطار في سبيطار وسيله. اخي القادمه ما حبتش تقبلني، يعني قالت لي عادي يصير لك يمشي معك الدم والوالده مسكره ما نجمش نقبل التسويه. اي احنا بحكم ما نسكنوا بعاد وكل شيء ما نجمش نرجع في ضعفيه ولا في الليل خاطر لما ناكلوا كربه ولا حاجه باش نمشي. فهمتك. من بعد هيك في الليل لما اخر صار لي يعني ولا يمشي معي الدم قوي برشا. حسيت قبل ما نمشي للسبيطار بشوي حسيت البيبي يعني ما عادش يتحرك. ومشيت للسبيطار عملوا لي ليكو يعني القلب نتاع سكت وكل شيء. ومن بعد هيك دخلوني للعملية قالوا لي راهو يعني تقلع من الأرحام البيبي فهمتي. حبيت نسأل يعني مناش شنو اللي صار ما نعرفش. حبيت نسأل الدكتور. باهي مرحبا بك مدام وربي يعوض عليك على البيبي. حبيت نسأل اي طبيب وحبيت نسأل شنو يعني شنو السبب. باهي امشي يجاوبك منال. شوف انا توا خاطر موجود هوني وما كنتش موجود وقت صارت الحكايه. بقى اذا فما قالوا لك فما مشكله نتاع دم تحسر وراء المشيمه، الدياغنوستيك التشخيص هو حسب ما فهمت جلطه في المشيمه. اللي هي تنجم تصير جينيرالمون كي تبدا المرأة عندها معناها السبب الاولاني واكثر سبب موجود هو ضغط الدم اثناء الحمل. معناها ان بيك هيبرتونسيف ينجم ان فيسو معناها في المشيمه يترشق وتصير الحكايه هذه، وهذه عندها تاثير مباشر على الجنين. كي تبدا ليماتوم كبير ما عادش فما ديزيشونج يصيروا ما بين المشيمه والبيبي ويموت الجنين في حالات مالوغوزمون. فما حالات اخرى ينجموا يكونوا متسببين في الجلطه في المشيمه، هي المراه تنجم الغسوا ان كو تضرب تيح على كرشه يصير هذايا لو ديكولمون معناها وليماتوم ريترو بلاسنتير اللي يتسبب في موت الجنين بصفه راهو غولاتيفمون رابيد. معناها اذا ما ندخلوش في الوقت معناها نجم الجنين يتوفى. هو الحمد لله عليك انت مدام خاطر تعرف الجلطه في المشيمه تاثيرها على البيبي ما سورتو على الام اللي البرونوستيك فيتال ينجم يبدا مي اون جو، معناها المراه حتى حياتها تولي في خطر. الحمد لله لاباس وربي يعوض عليه. يعطيك الصحه دكتور. نمشيو لجرومبيليا معنا نزيها. مرحبا بك نزيها. الو عسلامه. مرحبا بك عشوخت. مرحبا لاله تفضل. عشان نحب نسال الدكتور، يا حبلت مرتين ولولا زوج الحبالات الزوج ما كتبوش نحي وقال لي نحلب في صدري لان الحليب ما حبش شيء يحلي. وباش نحبل يلزمني نعدي تو عندي قريب 14 سنه ما عنديش صغار. اي نحب نسال الدكتور معناها الحليب كيفاش يتنحى لي؟ شريت الدواء الزوج هذوك الحرابش تاع 50 دينار وما شحليش الحليب قاعد في صدري. اي نحب نسال معناها كيفاش يتنحى لي شيء يحلي؟ باهي ونشكر على
الو عسلام. مرحبا مدام. الحليب شوم يعني مازال موجود؟ لا يا حبيت مرتين ما كتبتش الحبالة، كيما حيت صغير وقعت لي الحليب في صدري، 14 سنة عندي الحليب ما تحليش في صدري. وما خديتش الدواء، قداش تخفي الدواء؟ شريت الدواء هذاك نتاع الرقم نتاع 50 دينار وشريت نتاع 30 دينار في كعبتين. وكيفاش خديته بربي؟ نعم؟ كيفاش خديته معناها الدواء هذا؟ خديت المرة الأولى كعبة ونهار وبعد جمعة خديت كعبة أخرى. هكا هو؟ هكا ثاني وكا كتبيبها تولي جمعتين. لا شوي. تعرف لي بروبليم هذوما دي بير برولاكتينيمي التريتمون على العلاج باش يكون سويت السبب خاطر فما لي بير برولاكتينيمي اللي احنا يسوفي نعطيو دواء اما مش حربوشتين راهو اكثر فهمت نعطيو ستة حرابش جينيرالمون كل اسبوع حربوشه وفما اللي يكون السبب نتاع لي بير برولاكتينيمي هذا سبب سنترال في الراس انا دينوم معناها في ايبوفيزير نعملو IRM باش نشوفوه فهمت اللي هو يولي تريتمون اطول معناها نجمو نعطيو حربوشه في الجمعه نقعدوا بها حتى بالعام بالعام ونص فهمت حتى نذوبوا لدينوم هذاك فهمت دونك من دو توت فاسون الدواء اللي خذيته جو بونس كو سي انسوفيزون لو طون اللي الحليب ما شاحش دكتور ما نجمش تجيب صغار معناها ينجم يعطل ولا ينجم لا يعطل ينجم يعطل بيان سور اما راهو لو تو نتاع البرولاكتين في الدم مش ستابل معناها نجم نلقاو توا تبدا المراه عندها يوني بير برولاكتينيمي على طول كيما تنجم في يبدا في اشهر معينين يتيح ويعاود يطلع من بعد في الاشهر هذوك اللي هو البرولاكتين تو نسبته تبدا باهيه في الدم المراه تنجم تحبل. نمشي والسوسه معنا ريم مرحبا بك ريم. سما هي جور عسلامة دكتور ميرسي بوكو على الموضوع اليوم. عندي سؤال دكتور دكتور انا قبل كنت حاملة وجات الحمل تاعي خرج الرحم دونك ما قعدتش البيبي صح مي انا خايفة توا نحب نعاود معناها نحب نجيب صغير دونك نحب نقرر اني نعاود نحمل مي خايفة اسكو فما مخاطر على على معناها على الكروسيس باش تجي الثانية هذيا كي نجم يكون خارج الرحم اسكو معناها شنو ينجم يصير كمخاطر للصغير ولا ليا انا؟ باهي مرحبا بك مدام يعيشك عطينا الحمل خارج الرحم اللي صار لك كيفاش داويته؟ ما مشقتش به انا وفيت صح واحد وصغير كي جيت بعد عملت اناليز قالوا لي راه الحمل كان خارج الرحم ما يطاح معناها ما كملتش الكونسيس نتاعي بون باهي مش كيما اللي سالته لك انا من بكري اي اي اما راهو باش نوصلوا نقولوا اللي حمل خارج الرحم ومشى على روحه ماهيش سهله معناها دون لو سونس لازم نكونوا عارفين وشفناه الحمل في القناه معناها شفناها الصوره وقعدنا نتبعوا بالتحليل وبدا ينزل بشويه بشويه التحليل مش كيما اون فوس كوش ماهوش كيما رمو سا نا ريان افوار معناها حتى الدم اللي يهبط ماهوش دم نتاع رمو راه ما فماش علاقه ما بين هذا وهذا دونك احنا اون فا سوبوزي باش اللي هو حمل خارج الرحم وانت ما استحقيت حتى دواء ومشى على روحه انت مدام تنجم راهو تثبت امورك تشوف القناه بصوره فما صوره نطلبوها نشوفوا القنوات الحاله نتاع القنوات تنجم تعملها وتثبت واذا القنوات سليمه وبيرميابل وسوبل والامور كل شيء على العال معناها تحمل بصفه طبيعيه ما فما حتى اشكال دو توت فاسون انت توا اي غوتاغ تحس ولا حسيت بروحك حبله وعملت تحليل ولقيت روحك حبله لازمك اول حاجه تعملها تمشي تشوف طبيب نساء وتوليد باش تعمل كشف بالصدى. باهي جوست دكتور باش نكمل عليها سؤال انا اذا كان صار حمل خارج الرحم ومشى البيبي على روحه وتحب تعاود تجيب صغير هي واحد اخر وقتاش تنجم تخمم تعاود تجيب صغير واحد اخر تخمم في الحباله مره اخرى معناها. سا ديبون من العلاج اللي عطيناه. اذا عملنا عمليه جراحيه. تنجم المرأة تستنى دو موا وتبرمج الحبالة نتاعها إذا استأسنا قناة هذا في صورة ما استأسنا إذا ما استأسناش قناة نجمو نستناو ثلاثة أشهر خاطر القناة هذيك نخليو لها لو طون اللي هي السيكاتريز وترجع ترجع معناها سليمة نقولوا بلوز أومون إذا عطينا هذيك في الصورة هذيك نستناو حتى ثلاثة أشهر والمرأة تنجم تبرمج الحمل نتاعها إذا عطينا علاج اللي هو سيت أن أنتيميتوتيك
معناها كي تيغاتوجين معناها ينعمل ينجم يضر البيبي ويقعد في الدم خطر بعد العلاج نقولوا احنا 6 اشهر بعد العلاج هذا الزريقه اللي هي الميتوتريكسات نعرفوها سيت ان انتي ميتوتيك نعطيوها حتى في امراض اخرى تستنى 6 اشهر باش تبرمج علاج حمل واحد اخر. يعطيك الصحه دكتور. معنا مروه. مرحبا بك مروه. مرحبا لالا. مرحبا بك. عايشك. تفضل. مرحبا. انا احب نتوع معرفة عندي عام وثلاث شهور وحبلت بعد شهرين من اللي عرفت وكل ما تبش وقت لسلسل ثلاث شهور مات في قليلة ومات في كرشك معناها انه ممكن اوقف بلا عادية لي هي على فكرة مش اي وقت من الميل حفيرو عني توا 9 شهور ما عودش حبلت معناها مرة اخرى كل ما نمشي نعدي عندي ريفيكسيون معناها ناخذ في الدواء وكل اما ما الدواء ما مشاش معايا معناها الدواء اي دواء ناخذ ما مشاش معايا ديما تلقى نفس الحكايه نستعمل الدواء ونكمل نعاود نعمل تحاليل اللي هي بيدها معناها مازال ما تنحاش ريفيكسيون معناها نحب نعرف شنو هي اول حاجه نحب نعرف منيش معناها ريفيكسيون هذيك تجي وشنو هي الدواء معناها اللي افيكاس ينجم يتنحى معناها الافيكسيون هذيك. باهي. حتى جاي ما تصيرش الحبالة الا ما تنحى الافيكسيون هذيك. باهي. مرحبا بك مدام. الانفكسيون اللي عندك راهو سا ديبون فماش انفكسيون واحدة. معناها هذه انفكسيون في المهبل نتاعك معناها من الوتر. أيه. اي. احنا فما بوكو دانفيكسيون ينجموا يصيروا على المراه عند المراه اشاك فوا تعمل تحليل انت مهبلي باش تشوف شنو نوع الجرثومه اللي موجوده. اي عملت تحليل بي في عملت صحيح البي في راهو فما حاجات لازمهم في حالات معينه نعملوا تكمله نتاع البي في باش يكون كامل. فما حاجات ما تتحللش لازمنا احنا اون بريسيز شنو نحبوا ان نلقاو واذا لقينا الحاجات هذوما فما سيغتان انفيكسيون اللي احنا لازمنا بالضروره اون تريت لو كوبل معناها المراه نعطيوها الدواء نتاعها وراجلها اون ميم تون خاطر باش يقعد سينو باش تقعد اونتروتوني معناها الانفكسيون هي تتنحى منها وراجلها يرجع حيلها والعكس صحيح. هذا هو البرنامج اللي انا كل من نكمل معناها الجيني العاده نتاعي كانت ولات منظمه معناها تو ولات كل 29 يوم كانت قبل كل 24 يوم معناها كل ما نكمل العاده نتاعي تكمل سيئة تعاود ترجع لي اي مش العاده ما عنديش لا عندي حكايك لا عندي حتى شيء بعد ما نكمل كل شيء تو وليت يعني تجيني بعد ما طف العاده نتاعي يعني تعاود ترجع لي تحسها اللي كانت موجوده. فهمتك. في الحالات هذوما فما دي بروتوكول راهو نجم نستعملوهم فما طريقه نعطيوها الدواء باش نحاولوا نقصوا من ليزانفيكسيون هذوما اللي يمشيوا ويرجعوا. الحاجه الثانيه عندك 9 اشهر انت ملي قلت لي الحباله فسدت وما زلت ما حملتش قداش عمرك؟ مشيت باش نقولها اللي 9 اشهر راهو اذا هي معناها عمرها اقل من 38 سنه وما حملتش ماهيش نهايه العالم معناها ما فهمت ماهيش مشكله كبيره بالنسبه لنا احنا تصبر روحها شويه كذا تحمل في عقلها معناها ما فماش اشكال دوتون بلوس اللي هي حملت قبل. باهي يعطيك الصحه دكتور. نمشيو لتوزر معنا خوله. مرحبا بك خوله. عسلامه. مرحبا لالا تفضل. يعيشك. عسلامه دكتور. مرحبا. يعيشك. انا عندي سؤال. انا كعرست بقيت شهرين وجبت لي بيبي تو عمري عمرها 9 سنين. اي حبيت نعاود لقيت شويه بروبدي. المره الاولى انا عندي مشكله دكتور في الراجل نتاعي انها تجيني نهار جت فتره معناها تجيني نهار وتخص. تقلقت ولات مشيت للطبيب. مشيت للطبيب قال لي لازمنا نعملوا تصويره باش نشوفوا لقناه الفولوب وكل شيء. اعطاني التصويره الحق لا باس معناها قال لي ما عندك حتى مشكله لا لحمه لا حتى شيء معناها وسالته معناها علاش راجلي يجوني قال لي نجم يكون ستريت حاجه كما هكا معناها ورانا عملنا لك التصويره هذه حسنت برشا حاجات واعطاني بعديك تحليله فيهم اللي نتاع الغدد معناها نشوفها وكلا باس ولا لغدد الحق لاباس كل شيء. انا سؤالي دكتور معناها المره الاولى انا كحبلت ما بقيتش برشا وتو انا برسك عملت تشويه وما عنديش بروبليم معناها سالت معناها زعما علاش معناها ما صارش حمل حاجه هكا.
حبيت نعرف. باهي باش يجاوبك الدكتور. هو راهو عصام مدام باش المراه تحبل راهو انت ساعه من وقتاش وانت تحب تحمل؟ هكاك عام وشويه عامين. فما فرق بين عام وعامين. مي بون راهو المراه باش تحمل ما فماش كان هي فما راجلها زاد معناها حتى كان انت لا راجلي سامحني دكتور قصيت عليك راجلي لاباس خاطرني قلت لك جبت بيبي المره الاولى بعد شهرين من العرس. اي ما عندك 3 سنين راهو ملي جبتوا البيبي ولا عامين ونص دونك ما فيها باس كان نعملوا تحليل حتى للراجل باش نبداو مثبتين خاطر السائل المنوي راهو مش باش يقعد هو بيدو معناه في حالات معناه باهي باش يقعد حياته كامله باهي ينجم يصيروا حاجات اللي يخليوا السائل المنوي يتبدل هذه الاولى. نمر 2 انت القناه قنوات فلوب قلت لي مصرحين احنا كي تقول لي انت الدوره تجيني نهار فما حاجة لازمنا نثبتوها اللي فماشي التصاقات داخل الرحم باش نبداو مثبتين الصورة إذا لباس تنحينا من مخاخنا الحكاية هذه. أما إذا فما شك نجمو نعملو كشف بالمنظار على الرحم من الداخل كشف بالمنظار رحمي مش باش نشوفوا القنوات باش نحيو من بيننا الحكايات هذوما وباش نشوفوا فماشي التهابات زاده دون سو كان نعطيو دي زونتيبيوتيك وكذا مي هذا اش حبيت نقول اما ابريوري ما فماش اشكال باش هي تحبل بيه. اذا عام مش تو تحبل بحول الله ان شاء الله. يعطيك صحه دكتور. جست نكمل معك مع اخر سؤال لقيت انا عاده في الغشاش نتاعي اللي الحمل المزدوج ينجم يكون من المشاكل تاع الحمل خارج الرحم صحيح ولا لا؟ والحمل المزدوج هكا ما هو خاطر تعرف انت نقاو كل شيء يعني. اذا تقصد الحمل المزدوج هي لا غروسيس ايتيروتوبيك ستادير نلقاو حمل في وسط الرحم في بلاصته والحمل الاخر في القناه هذه حاجه زاده راهي تصير اكسبسيونيل انا شفتها فهمت دونك في حالات اون تريت الحمل خارج الرحم جينيرالمون اذا المراه تحب على صغيرها ندخلوا بالمنظار ونحيو نداويو القناة اللي فيها الحمل خارج الرحم في حالات الحمل هذاك يشد اللي داخل الرحم متواصل بيه وتولد على روحه وفما حالات اللي حتى الحمل داخل الرحم في معناها اللي في بلاصته تخسروا المرأة دونك مي حالات هذوما لازم هذاك علاش الطبيب كي يعمل كشف بالصدى على مرأة جاتو حبلة في اول موعد ديما ما ينساش باش يمشي يشوف القنوات فماشي حاجه على اليمين وعلى اليسار خاطر في حالات معينه ينجم يكون فما داخل خارج داخل الرحم الحمل موجود ويبدا موجود خارج الرحم. يعطيك الصحه دكتور الله يخليك. احنا وصلنا براتيكمون لاخر ليميسيون نتاعنا لليوم دونك كان بحذنا الدكتور مهدي اللجمي طبيب مختص في امراض النساء والتوليد وعلاج العقم. يعطيك الصحه دكتور الله يخليك.